تركض ابدا ابدا، لا ارضخ لاي بعد شخص دوله الرئيس، بعد تركض لا ارضخ لاي شخص دوله الرئيس. تعرف تعابركم كيف على البلد، كيف يحاسب ما بعرفكم كيف تمام إذا وبعرف الدور اللي بتلعبوه هلا دولة الرئيس شو خلفياتكم، كيف تحاسب وانت قد تكون دولة الرئيس، كيف تحاسب وانت قد تكون مسؤول عن تعليق القرض للبنان ومعاقبة شعب باكمله، كيف تحاسب؟ وبكره بتشوف انه مش رح تتعلق القرض، وبكره بتشوف انه القرض باقي. انت وقت بتحكي هاي كنت امبارح انا بصدق باللجان المشتركة قانون قرض لمساعدة العائلات الأكثر فقر يعطيكم العافية ب 426 مليون دولار، نعم 246 مليون دولار، نعم. شو هالحكي اللي بتحكوه؟ هو شو قاعدين عم تعرضوا العالم؟ ساروش شو قاعدين عم تكذبوا على العالم؟ ساروش كومار تعملوا انتكسيكاسيون للعالم. ساروش كومار ممثل البنك الدولي بيقول وبيهدد بهذا الموضوع. كذب. كيف كذاب؟ ياخذ مني يسمع وبلغه اياها. كيف؟ انه انت كذاب انت وانت منافق وانت يجب ان لا تبقى بلبنان، خلي يبعت فريد الحج بواشنطن واحد غيرك. كيف بدك تشحطه؟ كيف بدك تشحطه من لبنان؟ كيف؟ لا 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 ما عليك منا، ما عليك. كيف كيف؟ هاي انا والبنك الدولي بتصافى. كيف انت بقلك عليها؟ كيف بدي اعرف كيف ممكن اليوم انا والبنك الدولي بتصافى؟ هيدا تهديد على الهوى، هيدا تهديد.